بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جاي لنا على الصفحه، شاب بيسال هي عمليه علاء عجلان بتاثر على قوه الانتصاب؟ والله احنا الكلام ده احنا اتكلمنا فيه كتيرا، يعني العمليه ما بتتعملش في النسيج الكافي اللي هو مسؤول عن الانتصاب، وما بيتعملش فيها حاجه في الاعصاب، يعني فما لهاش علاقه بالانتصاب. وكده كده لما المريض يكون مثلا مدته دقيقه ولا نص دقيقه، وبعدين يبقى مثلا 10 دقائق ربع ساعه تلت ساعه انتصاب وبعدين قصف، يبقى من العبث انك تقول ان الانتصاب تاثر سلبا. ولكن الكلام المفيد ان الاشعاعات اللي اتعملت قبل العمليه وبعد العمليه في السنوات الاولى كلها اثبتت ان العمليه ملهاش علاقه بالانتصاب خالص، بل بالعكس المرضى بيتحسنوا من ناحيه الانتصاب، لان الاسباب النفسيه اللي بتاثر على سرعه القصف والانتصاب دي بت 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 بتروح بعد العمليه. فالمريض لما يلاقي نفسه الدنيا اتحسنت، ثقته في نفسه بتزيد، والانتصاب بيبدا يزيد كسبب ثانوي مش سبب مباشر، يعني ده تحسن غير مباشر نتيجه تحسن الحاله النفسيه. ويمكن هقول على حاجه كوميديه شويه. زمان من حوالي 10 سنين كده ولا اكتر، يعني كنا دايما اي عمليات بنعملها في العضو الذكري، سواء يعني اعوجاج، انحناء مثلا، سرعه قصف، اي عمليه بنعملها في العضو الذكري، كنا المرضى بيشتكوا ان بعد العمليه بيحصل انتصاب، بيحصل انتصاب على طول، مثلا ممكن ثاني يوم او ثالث يوم، والانتصاب ده كان بيعمل الم للمريض عشان في غرز وجرح. فكنا بندي المرضى علاج يمنع الانتصاب لمده اسبوع، فالدنيا كانت ماشيه كويس. وبعد كده فوجئنا بقى بمرضى بيصوتوا، انا اتشليت بعد العمليه، انا مستقبلي ضاع، العضو ما فيهوش انتصاب. فهل نقول للمريض انت بتاخد الدواء ده وده منع الانتصاب؟ ببساطه ما تاخدش الجرعه الجايه، هتلاقي في انتصاب لوحده. نيجي المريض يعني مثلا عدى ست ساعات وجمع عدى الجرعه الثانيه ما خدهاش، يلاقي الانتصاب اشتغل، عمال يفكر بقى انتصاب بدا على طول. طبعا احنا يعني المريض يحصل انتصاب نقول له خلاص طمنت على نفسك كمل الجرعه، نقول لك لا، يعني رغم انه لا انتصاب قدامه ولا اخد فياجرا ولا اخد اي حاجه خالص، ولكن هو ما صدق ان حصل، اطمن على نفسه بعد العمليه. فجينا لقينا كذا مريض بيشتكي من الحكايه دي، قلنا ببساطه شديده احنا نعمل ايه؟ احنا نوقف الدواء، واللي يشتكي من كتر الانتصاب نروح عطيه نور. عكسنا القاعده ببساطه شديده، يعني رغم ان القاعده العالميه بتقول، يعني الناس في ربو امريكا بيقولوا ان احنا ندي منع الانتصاب، هنا في مصر لا، الناس مش مبسوطه مش عاوز، فاضطرينا ان احنا نعكس القاعده، بقينا نسيب المريض عادي خالص يطمن ان في انتصاب مره واثنين وثلاثه، وبعد كده يجي يقول لك لا انا مش عاوز اخد حاجه تمنع الانتصاب، انا مبسوط كده مطمن، انا ما صدقت اطمنت على نفسي. نفس المشكله دي بيقابلها زمايلنا بتوع العقد، يعني دكاترة العظمة مثلا بيعملوا عمليات في العمود الفقري، في مرضى كتير عنده يقين ان مثلا عمل عملية في ظهره دي بتأثر على الحالة الجنسية. تيجي المريض عمل عملية في ظهره وتلاقيه مثلا تاني يوم العملية أو تالت يوم العملية عايز يمارس العلاقة. زمان وأنا صغير دخلت أنا والدكتور زميلي بنبص على مريض لقينا زوجته نايمة معاه على السرير. فالدكتور العظم مات على نفسه، كان واحد من اساتذتنا يعني، مات على نفسه من الضحك. طلعنا ورجعنا له تاني بعد ما قال من موقفه، فبيقول له في ايه؟ قال له اصل انا سمعت ان العمليه دي ممكن تعمل عجز جنسي، عمليه فقرات عاديه جدا، فحبيت اطمن على نفسي. دكتور الله يرحمه يعني واحد من اساتذتنا الكبار قعد يضحك ومشي. فالمرضى بتخاف جدا من حته ان ممكن يحصل عجز او يحصل مشكله، ولكن هو عندنا زي ما بيقولوا بالبلدي كده، يعني احنا مش هنيجي نكحلها نعميها، يعني انا ما يبقاش المريض عنده مشكله صغيره اخاطر واعمل له عمليه ممكن تعمل مشكله اكبر، لا. المريض بيجي للدكتور وهو مش عارف يعمل ايه، الدكتور بيديله النصيحه، الطبيب لازم المريض يبقى فاهم ان هو عمره ما هيعمل حاجه تعمل مشكله للمريض او تعمل مضاعفه، ليه؟ لان دي بروتوكولات، المريض عنده كذا خلاص البروتوكول هعمل كذا. احنا مش بنيجي يعني ايه نروح ما طب نعمله كذا ونشوف ولا نعمل، لا، مريض عنده كذا خلاص العلاجات بتاعته 1 2 3 4، الطبيب بيختار 1 أو 2 أو 3 4 وفقا لحاله المريض، لكن بروتوكولات العلاج معروفه. ولكن حته قلق المريض دي احنا يعني ملهاش حل عندنا، ما هو يا ندي المريض مهدئ
ولو اديناه المهدئ برضه هيمنع الانتصاب، ما هي المهدئ هيعمل كده، فالمريض هيقلق من الناحيه التانيه. فالمريض طبعا يعني كل ما كان المريض يعني بالبلدي كده فاهم او عاقل او مثقف او متعلم او قاري عن العمليه قبل ما يعملها، او مثلا شاف حد من زمايله عملها، او احنا عطينه فكره، لان احنا بعد كده بنقول للمريض نديك حاجه تمنع الانتصاب ولا مش عاوز؟ فالمريض يقول لك لا. لان كان في عندنا مشكله تانيه، ان كان في بقى العكس، ان كان في مريض تديله الدواء بتاع الانتصاب اللي هو يمنع الانتصاب ويحصل له انتصاب تاني. يعني احنا كنا مثلا بندي كان في حاجه اسمها بوتاسيوم برومايد، دي تركيبه بتتعمل في الصيدليات يعني مش موجوده قوي دلوقتي، ولكن دي كانت بتتعمل كيعني منع للانتصاب، ياخدها المريض معلقه ثلاث مرات في اليوم. كنا بندي مثلا مريض معلقه ثلاث مرات وتلاقي في انتصاب، نزود له الجرعه معلقتين ثلاث مرات يعني ياخد ست معالق كبار وبرضه تلاقي في انتصاب. فيعني كان عندنا مرضى يعني على ناحيتين، فكون انك تلاقي اتنين مرضى عاملين نفس العمليه وواحد بتدي له ست معالق كبار وبيحصل له انتصاب، والتاني مجرد من معلقه واحده مفيش انتصاب، لا دي هي عادي اختلاف بين المرضى، ولكن التكنيك الجراحي اللي انت عامله في الاتنين واحد. اذا المشكله مش في العمليه، دي حاجه ترجع الى المريض. وطبعا احنا دلوقتي بعد ما بنعمل عمليه ما بقناش لا بندي مهدئات ولا بندي موانع للانتصاب، ولا هو المريض لو عنده مشكله في الانتصاب بعد العمليه بنقول ليه مشكله الانتصاب؟ لان المريض بعد العمليه بيبدا يفكر بقى، طب انا بقيت كويس، طب انا كذا، ويفكر وان شاء الله زوجتي لا هتجوز، يبدا يفكر تفكير جنسي يعني العمليه بقى، وهيطمن على نفسه، فبيحصل انتصاب، ده شيء طبيعي. تاني حاجه ان في مريض كتير بيبقى يعني قلقان ان هو يعني ما يلاقيش حل لمعضلته لمشكلته يعني، وخايف حتى ان الجراحه ما تنفعش معاه، مجرد ما بيعمل عمليه ويلاقي مثلا حصل انتصاب نفسيته بترتاح والدنيا تفرق معاه كتير. فاحنا بنقول ببساطه ان يعني لو العمليه فيها مشاكل بالنسبه للانتصاب لا مش هنعملها. يعني اي عمليه لو يعني بص العمليه بيبقى فيه معروف مثلا ان ممكن يحصل اي عمليه في العالم ممكن يحصل مثلا غرزه تفك، التهاب في الجرح، المريض يسخن، ممكن يحصل نسف من الجرح، الحاجات دي كلها معروفه. لو في اي احتماليه لمثلا حدوث عجز او كده احنا هنمضي المريض على الكلام ده في الاقرار بتاع العمليه. اي مستشفى في العالم وايه طبيعي هيعمل الكلام ده؟ مش ه... يعني مش مش هيضحك على المريض، ولا مستشفى هتشيل مسؤوليه انها تقول ما اخبرتش مريض. كل عمليه معروف انها كذا، لكن الفكره ان احنا العمليه يعني ما ينفعش يحصل في عجز جنسي، لا انت شغال في عصب، ولا انت شغال في نسيج الاسفنجي، ولا انت شغال في المخ. فيعني دي حته يعني عفى عليها الزمن من 10 سنوات، يعني دكاتره المسالك ودكاتره الذكور ويعني عامه كل في التخصص بطلوا يدوا المرضى، مش احنا لوحدنا، بطلوا يدوا المرضى حاجات منع الانتصاب، لان احنا عندنا يعني المرضى بيبقوا متوترين او خايفين. بقينا بنقول لا نسيب، لو هو عنده مشكله في الانتصاب بعد العمليه او بيعمل له الم، لان الانتصاب ساعات بيبقى متكرر، يجي يقول لك انا واحد مش عارف، مره كنا عاملين عمليات ايام كاس العالم في احدى دوراته يعني، فكان المريض قاعد بيتفرج على الماتشات على السرير، كل شويه يقول لنا العضو بينتصب على الماتشات من كتر ما كل شويه الانتصاب شغال. فطبعا المريض عاوز ياخد حاجه تمنع الانتصاب بنديله، مع العلم بان الحاجات دي وقتيه، زي ما انت بتدي المريض فياجرا تعمل له انتصاب وقتي برضه، ما بعد شويه فياجرا تسال روح، ممكن تديله حاجه تانية تمنع له الانتصاب برضه حاجه وقتي. وشكرا.